بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم لدينا هذه الآلة التي تقيس لنا قساوة المعدن وتعطينا يعني نسبة قساوة المعدن حتى نقوم بتصنيع القطع أو معرفة قساوة المعدن أو إعادة تصنيع القطع. اليوم راح نجرب هذه القطعة، قمنا بصناعتها ثم قمنا بمعالجتها حراريا. الآن سوف نقوم بقياس نسبة، كما تلاحظون هنا الزر على الصفر. عندما يقوم بتثبيتها جيدا نقوم بالضغط هنا على هذا القطعة، يعني أعطتنا حوالي 30، يعني نوعا ما جيدة لكن قليلة، نسبة قليلة، يعني النسبة تكون فوق 55 تكون جيدة، نسبة 30 قليلة جدا، قليلة بالنسبة، يعني المعدن عندما يكون في حالة جيدة يكون بنسبة 30% قبل المعالجة الحرارية، لذا النسبة تاعو قليلة جدا. الآن راح نجرب حديد عادي، يعني برغي عادي كما تلاحظون، حتى نقيس النسبة بشكل جيد. تلاحظون النسبة هنا على الصفر، يعني عطتنا حوالي 40، يعني هذا نسبة جيدة، 40 بالنسبة لبرغي جيد جدا، ولكن بالنسبة للقطع تكون فوق يعني النسبة تكون من 55 حتى 65 هي نسبة جيدة، والنسبة 65 حتى 70 هي أدوات الحفر مثل الفوريات والفراس يكونون فوق 65، لذا دائما القطعة عندما نقوم بمعالجة حراريا تكون فوق 65. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.